بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم ورياضيات، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ننزل لكم فيديو رقم واحد في مراجعة الكيمياء الجزء الأول. والنهاردة بس إيه، على سنت لسه مخلصين الامتحان اللغة التانية، هنبدأ مراجعة خفيفة كده، سرد سريع للمنهج بحيث تتعرف على أهم طرق حل المسائل والمعادلات والتحويلات في العضوية، وطرق حل المسائل الكهربية، والباب التاني تحليل الكيميائي، تحليل الكمي والتزان الكيميائي، ونشوف أهم النقط في باب العناصر الانتقالية، الباب الأول، والباب التاني تحليل الكيميائي كيفي، ثم الاتزان الكيميائي. يعني الفيديو النهاردة مجرد بس ايه سرد عشان افكرك كده على السريع بالمنهج وطرق الحل، وتابع طرق الحل التفصيلي للمسائل، وطبعا ايه تابعني بقى الايام اللي جاية كل يوم لحد ليلة الامتحان. انا بعت لك ايه فيديو بملزمة PDF ان شاء الله نجهزها، هنحاول
حطها في صندوق الوصف، ولو عندك اي ملاحظات ممكن تبعتها لي. اهم حاجة بس تركيز تام، ان ده طبعا ايه اخر امتحان ليك قبل عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله يكون ايه يفتح نفسك كده العيد وتكمل الامتحانات بعد العيد ان شاء الله على خير. اهم حاجة بس تنسى الامتحانات اللي فاتت، وفكر بقى في الايه في الامتحان ده، وحاول ان انت ايه وانت بتراجع المواد العلمية وخصوصا الكيمياء لازم تراجع بالورقة والقلم، ما ينفعش اراجع مجرد قراية، يعني تحاول تحل بايدك عشان تكتسب الخبرات، لان الاسئلة سواء هتختار او مقالي لازم ان انت تحلها وتفكر فيها كويس. ركز معايا وتابع، ولو في عندك اي استفسار ابعتهولي في التعليقات، ونتمنى ان انتوا كده ربنا يوفقكم وتجيبوا على الدرجات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم مستر أشرف الهادي، كبير معلمي الكيمياء بالقاهرة الجديدة. سلام. حلل الأسئلة، لأن الأسئلة ممكن تجيلك بطريقة غير مباشرة، فأنت حاول تبص معايا وتشوف وتطلع على أسئلة بنك المعرفة اللي موجودة عندك في التاب، لأن طبعا حسب كلام الوزير دي اللي مش يخرج عنها الامتحان. وبنتمنى إن أنتوا ربنا يوفقكم السنة دي وتكون تجربة ناجحة، بحيث إن احنا نعدي بنظام الثانوية العامة لبر الأمان وعلى الطريق الصحيح، وده كله في مصلحة مصر والأجيال القادمة. وشكرا، وتابع معايا الفيديو لحد النهاية، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة.